خاص مع الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. شيخ، هل يصح الحديث عن نهضة المهجر ونهضة الداخل في إطار الحركة اليوم؟ لا. لا يوجد أي صراع؟ لا. الصراع داخل في الحركة هناك اختلافات، ولكن هناك اختلافات بين نهضة الداخل ونهضة ولكن ليس المهجر. هناك ليس هو المحور الداخل والخارج. في العالم الحديث ما عادش داخل وخارج في الحقيقة. العالم كله داخل الآن، تقارب العالم، ولكن هناك خلافات حول أفكار، حول مناهج، ولكن ليس هناك استقطاب بين داخل والخارج، دي كلها أوهام يعني. نعم. قبل انعقاد المؤتمر الأخير لحركة النهضة، يعني لم يكن موقفكم واضحا يعني بخصوص استمراركم على رأس الحركة، وهناك من توقع بأن انسحابكم سيكون رسالة إيجابية تدل على أن حركة النهضة هي حركة ديمقراطية ولا يخلد فيها يعني الرئيس يعني طيلة عقود، ولكنكم مكثتم في رئاسة الحركة. نحن لسنا محتاجين أن نضحي بمصالحنا من أجل أن يقع أن يشهد لنا الناس بأننا ديمقراطيون. كيف نريد التداول على السلطة التداول يعني ورؤساء الأحزاب يعني في تونس مزمنون؟ لسنا محتاجين في أن نرضي، أن نعطي ترضيات في أننا ديمقراطيون لمن لا يفهم الديمقراطية أو لمن لا يريد أن يفهم الديمقراطية، لأن الديمقراطية في الأحزاب لا تعني التداول على موقع الرئاسة أو موقع معين، أن هناك مدة معينة. هذه أنظمة تخص الدول. التداول، نظام التداول على السلطة عبر الانتخابات وتحديدها بمدتين أو بثلاث مدد أو مدة واحدة، هذا نظام دول لا يصح على الأحزاب والتنظيمات، وحتى في الدول لا يوجد في كل الدول. في الأنظمة البرلمانية يمكن مثلا بلير بقي 13 سنة أي للمرة الثالثة، وكان ممكن يواصل حتى 20 سنة ما دام يتمتع في حزبه بأغلبية، ما دام مرضيا عنه في حزبه، وما دام حزبه ينتخب بأغلبية فيستطيع أن يمدد لنفسه. بحيث نحن صار عندنا بسبب ردود أفعال ضد الرئاسة المؤبدة، وهذه والتأبيدها لم يأتي من طريق ديمقراطي وإنما بأنظمة مفروضة بالقمع، ولذلك صار عندنا رد فعل وفهمنا الديمقراطية فهم سطحي، أنه معنى الديمقراطية أن تظل على رأس حزبك 4 سنوات وتغادر، هذه الديمقراطية، أو مرتين. بينما قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل غادرت يعني تقريبا كلها بموجب الفصل 10 الذي يمنع يعني أنه العضو المكتب التنفيذي يستمر أكثر من دورتين. يمكن لحزب أن يشترط هذا، يمكن له في نظام الداخلي أن يشترط ويمكن أن لا يشترطه. فإذا لم يشترطه لا يعني أنه غير ديمقراطي، يكون ديمقراطيا هذا الحزب كلما كانت هناك دورية معينة سنة سنتين ثلاثة تعرض فيها قيادة الحزب أعمالها على المؤتمر العام، فإما أن يحكم لها وعليه أما أن يجدد لها أو يصرف عن الخدمة. بقطع النظر هل بقيت سنتين أو ثلاثة أو خمسة أو ستة، فما دامت قيادة الحزب، ما دامت هناك عملية انتخابية تجري من القاعدة إلى القمة، وما دامت القيادة تتمتع بالشرعية أي أن الحكم عليها إيجابيا، الحكم على هذا إيجابيا، فمن له الحق في أن يقول لهذا الحزب اصرف قيادتك هذه؟ لماذا لم ما أحد صرف قيادة مانديلا ولا أحد صرف قيادة الرئيس ميتيران وقد ظل رئيسا لحزب لليمين الديغولي منذ كان شاب إلى أن أصبح رئيس للدولة، وكذلك الرئيس ميتيران ظل رئيسا للاشتراكيين منذ كان شابا إلى أن أصبح رئيسا للدولة، ما دام متمتعا بالشرعية أي ما دامت قيادة الحزب، مؤسسات الحزب راضية عنه ومدركة بأنه في حالة نمو، وبأنه أن هذه القيادة تنتقل من كونها قيادة حزب إلى كونها قيادة شعب. من تراه مؤهلا لقيادة حركة النهضة بعد راشد الغنوش؟ كثيرون من الجيل الأول. والحمد لله كثيرون هم من الجيل الأول. من الجيل الأول والجيل الثاني، وهناك كثير مؤهلون والحمد لله. شيخ، ما طبيعة علاقة حركة النهضة بتنظيم الإخوان المسلمين؟
هل هناك علاقة يعني تنظيمية تربطكم بهذا التنظيم؟ لنا علاقة بكل التيار الوسطي الإسلامي في العالم. هناك من يتحدث عن بيعة تربط يعني الحركات الإسلامية في العالم العربي بتنظيم الإخوان المسلمين. نحن بيعتنا مع الله ورسوله وكتابه. لا توجد أي بيعة. نحن بيعتنا مع الله ورسوله وكتابه كما قلت، وعلاقتنا بكل التيار الوسطي في العالم علاقات تشاور وتناصح، ولكن القرارات التي تتعلق ببلادنا أهل هذه البلاد أهل هذا التنظيم هم الذين يسنونها ولا تفرض عليهم من أي جهة خارج تونس. في جريدة الجرأة 17 جوان 2011 صرحت: أتمنى أن يكون عبد الفتاح مورو رئيسا لتونس، وهذا مبعث سعادة كبرى وحظ سعيد لتونس. طيب أنا ما زلت متمسك بهذا التصريح. لا تضيف عليه شيء؟ الشيخ عبد الفتاح شخصية كاريزمية وشخصية دينية وسياسية. هل يمكن أن يكون هو مرشحكم يعني الانتخابات الرئاسية في صورة تبني نظام رئاسي؟ ممكن، لماذا؟ هل يمكن أن يترشح راشد الغنوش لانتخاباتنا الرئاسية؟ مش مبرمج يعني. لم تبرمج أن تستمر على رأس الحركة، ولكن ها أنتم اليوم يعني ترأسون الحركة. غير مبرمج لا يعني يعني إغلاق الباب. مش في النية. لا تعتزمون الترشح. نعم. ولكنكم لا تغلقون الباب. قلت أنا هذا ليس في النية. وليس في البرنامج. ونحن يعني نصور هذا اللقاء، المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين يجتمع للإعلان عن الدخول في إضراب عام على خلفية انسداد أبواب الحوار مع الطرف الحكومي. ما هو موقف حركة النهضة من هذا الإضراب في صورة الإعلان عنه بشكل رسمي من طرف نقابة الصحفيين؟ على كل حال الإضراب هو أداة من أدوات من أدوات العمل النقابي، ويكون الإضراب شرعيا عندما يتوخى الطرق الشرعية، وأيضا الإضراب عندما يكون أداة للوصول إلى الحقوق يكون مشروعا عندما تعجز الوسائل الأخرى، يعني هو آخر طب الكي، يعني آخر حل وليس أول حل لكن الإضراب قد يكون أيضا يخرج عن الشرعية السياسية عندما تكون أهدافه سياسية وليست أهدافه نقابية. علاقة الترويكا متوترة حتى لا أقول سيئة مع كل الجهات التي تمثل الصحفيين، مع نقابة الصحفيين، مع النقابات الأساسية في المؤسسة الإعلامية العمومية، مع الهيئة الوطنية للإعلام التي يعني حلت نفسها. لا، ما ينبغي المبالغة في هذا، هذه مبالغة. وفي الديمقراطيات علاقة الحكم بالإعلام ليست علاقة باستمرار، هي علاقة كما يريدها الحكام. عادة هي علاقة معارضة، طبيعة الأمور في الغالب تميل إلى هذا، ولكن الذي عندما يتجاوز الأمر حدود المعارضة المهنية والمعارضة التي تتعلق بمصالح العمال أي الصحفيين، عندها الأمر يأخذ صفة أخرى. ولكن نحن نرى أنه من حق الصحفيين أن يعارضوا، من حقهم أن يضربوا إذا استنفذوا كل الوسائل التفاوضية، وعجزوا عن أن يحققوا مطالبهم، وكانت هذه المطالب مطالب يعني معقولة وواقعية، فمن حق من يضربوها. ما هو تصوركم لحل الأزمة الآن في دار الصباح؟ الصحفيون يرفضون التعيين، تعيين المدير العام الذي أقرته يعني الحكومة، والأزمة متواصلة. كيف ستحل هذه الأزمة؟ ينبغي البحث عن حلول في إطار القوانين المعمول بها. إذا هل يمكن أن تضحوا بالمدير العام الذي تم تعيينه؟ إذا كانت من له من لا إذا كان تعيين المدير هو من اختصاص الحكومة فللحكومة أن تعين، إذا لم يكن هذا من اختصاصه فليس لها أن تعين. هل هو من اختصاص الحكومة أن تعين؟ من اختصاص الحكومة. لماذا تماطل لأنه هذه الآن هذه مؤسسة ضمن يعني الآن تخضع لمؤسسة المصادرة، يعني هي مصادرة الآن، وبالتالي فالحكومة هي الجهة الحكومية هي المسؤولة عن دفع الأجور وهي المسؤولة عن التسيير.